فخلينا نتكلم يا سهام ان كل دوت ما بيوصلش للاعيبه النادي الاهلي، فلان مشي ده انت هتقعد لا انت هتمشي، كل دوت اعتقد ما بيأثرش بشكل مباشر، لكن من واجبنا ان احنا ننوي على الكلام دوت في السوشيال ميديا بس. بالظبط. وخليني اقول لك ان فعلا يعني صفقات النادي الاهلي دايما الصفقات بتمر بمراحل معينه، احتياجات مدير فني، احتياجات الفريق، قدرة النادي الأهلي على استقدام لعيب عنده شخصية النادي الأهلي وتلائم مع شخصية النادي الأهلي ومع فنيات اللي بيطلبها موسيماني، كل ده بيتحط تحت محور واحد إن في صفقة إن شاء الله النادي الأهلي هيجيبها، يبقى بنستنى بنتكلم عليها بعد النادي الأهلي ما يعلن هذه الصفقة. ما يعلن عنها، كلام مظبوط جدا، ويمكن حضراتكم دلوقتي عارفين إنه أهم حاجة في النادي الأهلي النهارده بالنسبة للاعيبتنا إنهم مركزين في شغلهم اللي جاي، والنادي الأهلي بصفة عامة مركز في شغله بس، وفي المباريات المهمة اللي يمكن يعني باستثناء يمكن الفترة اللي جاية، الحقيقة إنه الأهلي قبل مباراة الزمالك هيكون عنده مباراة مهمة جدا كمان يوم السبت قدام أبو قير، هتكون في دور الثمانية لبطولة كأس مصر. النهارده اتحاد الكورة بيعلن رسميا إن المباراة ديت هتكون يوم السبت على ملعب برج العرب الساعة 5، وفي نفس الوقت ده أو في نفس اليوم هيلعب الزمالك قدام نادي مصر على استاد السويس الجديد الساعة 8. وبكده اتحاد الكورة زي ما قلنا من كام يوم بيحسم يعني القيل والقال في الموضوع ده، وكلمة اشمعنى اللي كانت ممكن تظهر عشان ما حدش يقول ده الفريق ده لعب قبلي، لا 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 ده الفريق ده جه بعدي، مفيش الكلام ده. النهارده قفلنا على النغمة دي قفلها أو حسمها النهارده اتحاد الكورة رسميا. كمان النهارده الاتحاد حدد مواعيد دور الأربعة للمسابقة، وقال إنه الفايز إن شاء الله من مباراة الزمالك مع نادي مصر هيلاعب طلائع الجيش في نص النهائي على استاد برج العرب، ده يوم 1 ديسمبر الشهر الجاي إن شاء الله، برضه هيكون موعدها الساعة 5. والفايز من الأهلي وأبو قير هيلاعب الاتحاد السكندري، هيكون ده إن شاء الله في استاد السويس في نفس اليوم، برضه توقيتها تقريبا الساعة 8 مساء. وحدد يوم 5 الشهر الجاي موعدا للمباراة النهائية في استاد القاهرة، ودي هتكون برضو الساعة 5 مساء. ده كان مهم جدا ان الجدول ينزل بشكل مباشر وشكل رسمي وبدري شوية وبدري، عشان كمان على مستوى الأجهزة الفنية بتجهز للمباراة اللي احنا عارفين مباراة الكاس مباراة مهمة طبعا. دي بطولة كبيرة، والنادي الأهلي ان شاء الله يعني مصمم على الثلاثية، خدنا الدوري وان شاء الله الكاس يعني يحسم بشكل كبير، والبطولة الأفريقية ان شاء الله.